طيب والكنتيليفر اعمل له ايه؟ خلصت خالص تعالى اعمل له الشوكه بتاعته. في مشكله؟ تنزل لحد تحت خالص دي كده طول الايه؟ الوسط. ده كده الحاله الاولانيه للهنج. الشرنكش بار انت عندك هنا مثلا دي كاميرا فالمسافات ما تزيدش عن 30 فابدا احط شرنكش فهتلاقي نفسك تبدا تزود الكلام ده بس المهم وترسم قطاعات كروس سيكشن بس الصعوبه كلها في رسم مين الحديد الاساسي بجد في مشكله يا جماعه في الحلقه الاولانيه؟ بص في ناس بيعمل ازاي؟ بياخد انت مش مطالب تقول انها تتنفس قطع شاي واحد منكم الكلام ده. في ناس بياخدها كده على طول عادي خالص يعني اللينك يروح ناس كتير ما عملش اشاير وبتاع خد الامور بس هي في الحقيقه ايه؟ هتحط دي اشاير وبعد كده يبقى